أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حياة مهاجر بأمريكا. أهلا بكل المشتركين الجداد في القناة، أهلا بكم معنا. الحقيقة في أمريكا حصلت حاجتين مهمين قلت أسلط عليهم الضوء النهاردة عشان برضو المهاجر الجديد يبقى عارف هو جاي على إيه. أول حاجة يعني بعتبر أنها مصيبة حصلت في تاريخ أمريكا، لم يسبق الرئيس بايدن حد في ان هو يوقع على بيل بتدي الحق لذوي الجنس الواحد ان هم يتزوجوا. Today I sign the Respect for Marriage Act into law. Deciding whether to marry, who to marry is one of the most profound decisions a person can make. Marriage, I mean this from the bottom of my heart, marriage is a simple proposition. Who do you love? And will you be loyal to that person you love? It's not more complicated than that. For most of our nation's history, we denied interracial couples and same-sex couples from these protections. We failed. We failed to treat them with equal dignity and respect. البيل ديت هتتمرر على الكونجرس، ومجرد ان الكونجرس يوافق عليها هيصبح قانون، بمعنى ان اي منشأة حكومية هيتطبق عليها هذا القانون وما يقدروش يرفضوا هذا الجواز. الحقيقة اول ما وقع الرئيس بايدن على البيل ديت سمعنا كلام كتير وقرينا كلام كتير ان كل دور العبادة سواء كنائس او جوامع او معابد هيشيلوا منها التاكس اكزمت اللي هي الاعفاء الضريبي لو هم رفضوا ان هم يزوجوا حد من ذوي الجنس. يعني لو راح لهم اتنين رجال او اتنين ستات وطلبوا من الكنيسة او الجامع او المعبد ان هم يتجوزوا ورفضوا هيشيلوا منهم الاعفاء الضريبي. بس الحقيقة يعني لما قريت المسودة بتاعت الموضوع قالوا الكلام ده مش مظبوط، لان دي منظمات دينية ومش حكومية، وبما اننا طبقنا حرية الزواج على الشواذ لازم برضو بنفس المنطق نطبق الحرية دي على المجتمعات المتدينة، فمش من حقهم ان هم يرغموا على حاجة مش عايزينها. فالكلام ده مش مظبوط، مش هيشيلوا منهم حتة الاعفاء الضريبي. لكن الحقيقة الموضوع هيبقى ياخد منعطف آخر، لأن قبل كده كان أي حد ممكن يتجوز مثلا في ولاية بيسمح بيها قانون الولاية إن هو يتجوز وبعدين ينتقل للولاية التانية التي لا يسمح بها الزواج، ما كانش بيطبق عليه القانون. النهاردة لو الكونجرس وافق على القرار دوت أو مشروع القرار دوت وأصبح قانون، هيبقى من حق اي حد يتجوز في اي حتة ويروح اي ولاية في امريكا ويطبق عليه نفس القانون. شيء بشع جدا. الحقيقة كل وسائل الاعلام وكل المجتمعات الشرقية بقالها فترة ملاحظة ان في امريكا بيدفعوا بالفكرة دي من فترة، كمية افلام رهيبة يعني بيزقوها كده في كل البلاتفورمز. بدأ مدارس تدرس حاجات زي كده، وبدأوا أهالي كتير يشتكوا ويعانوا ويطلعوا أولادهم من المدارس ديت ويدخلوا ويضطروا إنهم يدخلوا أولادهم مدارس خاصة عشان يهربوا من حتة المدارس اللي هي الخاضعة للولاية دي اللي هي هيدرس فيها الموضوع دوت. الناس الشرقيين مش هيبقوا موافقين أبدا على الحاجات دي. النهاردة الناس دي هتاخد طابع قانوني وهيفرضوا نفسهم على المجتمع. إذا كانوا الأول ما كانوش فرضين نفسهم وكنا شايفين يعني تروح أي شغل تلاقي منهم موجودين كتير في التلفزيون، تلاقي في الإعلام، تلاقي في الأفلام، كل الأفلام الأمريكية النهاردة يعني لما تقعد تتفرج تجيب كذا فيلم كده تلاقي الفكرة يعني بتتزق في موضوع الفيلم كتير، وده يعني توجه عام بحكم حرية الفرد. زي ما سمعتوا كده بايدن قال مش مهم، انا ما تفرقش معايا. الناس كتير كانت يعني بتكافح لسنين طويلة عشان توصل اللي احنا عملناه النهاردة ده. مش مهم الجنس، ولكن المهم هو
الحب، والمهم هو الإخلاص في الزواج. مش مهم بين مين ومين، المهم انك تلاقي الحب وتلاقي الإخلاص، ودول هم البعدين. ومن حقهم كمواطنين بيتمتعوا بالحرية الكاملة في بلد زي أمريكا ان هم يتجوزوا. فده شيء يعني داخلين على منعطف كده، وانا بعتبره يوم أسود في تاريخ أمريكا. الحرية الزيادة دي مش كويسة، مش عارف نتائجها هتبقى ازاي. هل يعني بعد ما يتطبق القانون ده، او ما يمرر هذا القانون يعني ويقف عليه الكونجرس ويصبح قانون، هيؤدي الى ايه؟ هل هيزودوا يعني كمية الحاجة زي كده، او دراسة حاجة زي كده في المدارس عموما كتير بشكل اكبر؟ هل هيصبح بقى حرية الرأي والابداع والافلام يتزق فيها اكتر، لان هي كتير اوريدي؟ فمش عارف يعني بعد كده لما يبقوا عندهم قانونيه الزواج دوت هيحصل ايه في المجتمع، مش عارف الحقيقه. فكل واحد مهاجر جاي جديد لازم يعرف هو جاي على ايه. وده خلاص كان زمان نقول لا نختار ولايه ما فيهاش كلام زي كده، لا النهارده لو اصبح قانون مش هيبقى في حاجه اسمها ولايه، هتبقى حاجه قانونيه، وبما انها بقت قانون هيحميها القانون. يعني هيبقى فكرة بزيادة، ترويج ليها بزيادة، ويحميها القانون، فالموضوع بقى أصعب من الأول خالص. الحياة اتجاه مش كويس أبدا، حاجة صعبة يعني جدا. عايزين يوصلوا بالحريات إلى أقصى 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 ما يمكن الوصول له، ولكن دايما ده بيخالف القانون الإلهي، بيخالف الشرائع الإلهية. ولا يمكن مجتمع يستقيم وفي كل هذه المخالفات الشرائعية. يعني الكلام ما بتكلمش على أمريكا بس، الكلام بتكلم على العالم كله. أوروبا طبعا هتبقى وراها، يعني مش عارف أنهي دول بتجيز هذا القانون وأنهي دول لا تجيزه، ولكن امريكا بدأت والدنيا كلها هتمشي وراها. هنشوف بلاد اكتر. النهاردة برضو وانا بتفرج على الخطاب بتاع بوتين، هو بيقول ان الغرب بيحاول ان يدفع بالايديولوجية الغربية الى المجتمع الروسي، وانا بتصدى ليه من سنين طويلة. المجتمع الروسي مختلف عن المجتمعات الغربية خالص، فهو هيبقى حرب ايديولوجيات، حرب فكر، حرب سيطرة. هما بيدفعوا كامل القوة ناحية اتجاه معين، والشرق ما بيعجبوش الكلام دوت. والحقيقة هي روسيا قامت بالخطوة الاولى في عدم هيمنة الغرب على العالم كله، وراها الصين، ايران، كوريا الشمالية. عايزين يحددوا خريطة جديدة للعالم، مش عايزين يسمحوا للقوى الغربية انها تبقى متسلطة بقيادة امريكا. هو ده اللي بيحصل اليومين دول. يعني برضو في معلومة لازم تعرفوها، ان من سنة 2014 تقريبا كان عدد الامريكان الموافقين على موضوع الزواج من نفس الجنس حوالي 40%. يعني النهاردة بقى بيقارب 70%. فانت لو جاي جديد مهاجر سنة 2022 بحوالي 70% موافقين، يا عالم بقى سنة 2030 ولا سنة 2040 هتبقى النسبة كام؟ 99%. حاجة يعني ضد الخليقة، حاجة ضد الطبيعة، حاجة يعني الله خلق راجل وست عشان يتزوجوا ويتناسلوا، وتفضل البشرية تتناسل وتعمر الأرض. لكن النهاردة لما بيسمحوا بحاجة زي كده، دي ضد الإرادة الإلهية. يعني يعني أكيد أكيد هيبقى في سخط إلهي على البشر لأنهم بيرتكبوا هذه الجرائم. يعني Prosecutors continue to have a lax approach to these shoplifting crimes. The CEO saying each store location has security. Retail Crime Task Force with the California Highway Patrol
has increased their presence at shopping centers this holiday shopping season to heighten visibility and make arrests. And that task force has had success since its inception. The task force has recovered merchandise valued at nearly $26 million. This video released yesterday by the LAPD shows that this isn't a Walmart issue. Back Out Live, rival stores like Target also seeing a major increase in retail theft this year, recently reporting $400 million more in losses this year compared to last year. برضو زي ما شفنا في الفيديو دوت ان شركة كبيرة من شركات الريتيل بدأت تصوت من كتر السرقات. بيقولوا ان السنة دي 2022 اتسرق منهم بضائع ما يقارب 400 مليون دولار زيادة عن السنة اللي فاتت. ما عرفش السنة اللي فاتت كام، يعني لو سرقين السنة اللي فاتت 200 مليون 300 مليون يبقى السنة دي خسرانين 700 مليون. فرئيس الشركة اعلن ان هو مضطر ان هو يزود الاسعار حتى يعني يتوازن مع الربح شوية، لانه كده يعني قال مش هينفع ان انا استمر بهذا المنظر، ولو ما قدرناش نسيطر على السرقات هنضطر نقفل افرع من المحلات اللي بيحصل فيها سرقات بهذا الشكل. شيء بشع. يعني الشركة دي هي شركة رائدة في التسعير، يعني بتسعر والباقي كله يمشي وراها. يعني عايز اقول ان ده هيؤثر على الغلاء طبعا طبعا، لان هم متحكمين في حاجات كتير جدا 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 في سوق التجزئة. اي حاجة تجزئة، اي حاجة بتتباع بكميات صغيرة هم متصدرينها، هم رقم واحد. فلو هم هيزودوا الاسعار كل السوق الامريكي هيمشي وراهم. شركات تانية بدأت اول ما يعني الشركة دي اعلنت ان هي هتزود الاسعار، بدأوا هم كمان يكلموا وقالوا ان هم بيتعرضوا لسرقات كبيرة جدا لو حصلت. طبعا طول عمر السرقات موجودة لكن مش بهذا الحجم. النهاردة زي ما انتم شايفين كده الموضوع يعني تحول الى غواء، بيلموا بشكل بشع. يعني الكلام اللي انا الفيديو ده متصور من حوالي يعني اسبوع 8-9 ايام في الحدود دي يعني، فهم بيلموا خلاص. يعني مفيش وباء، عمالين الشركات تعلن عن اشغال وظائف خالية، ومع ذلك الجماعة دول ما راهمش غير السرقة. بيقولوا ان الناس الشرفاء بيدفعوا فاتورة الغوائية، او الناس الشرفاء بيدفعوا فاتورة الكسالة، اللي مش عايزين يشتغلوا عايزين يسرقوا، لان الاسعار لما تغلى هتغلى عليهم، وهم اللي بيشتغلوا وبيدفعوا من جيوبهم والباقي بيسرقوا. يعني حبيت اوضح لكم اللي بيحصل مين دول برضه عشان تبقى انت عارف ايه اللي بيجرى. لما تجيب اولادك هنا في المدرسة تبقى انت عارف ايه اللي بيجرى. المشكلة في الولاد الصغيرين اللي هم صغيرين قوي ما يعرفوش اي حاجة عن الثقافة بتاعتنا وجايين وهيدخلوا المدارس من الصفر. يمكن اللي ولاده الاكبر شوية يقدر يتعامل معهم، يمكن يفهموا، لكن الصغيرين قوي دول هتبقى في مصيبة. ناس كتير بتتصل بيا تشتكي الحقيقة اعمل ايه في الموضوع دوت، ولادي في المدرسة وبيسمعوا كذا، بيدوهم هوم وورك، بيدوهم assignment ان هم يقروا قصة صغيرة او حاجة، والقصة دي برضو بتروج الى الزواج من نفس الجنس. شيء بشع. زي ما انت شايف كده ان تفتح يعني النتفليكس تلاقيه مليان قصص زي كده. الولاد في البيت معهم الموبايل، الولاد في المدرسة الفكرة بتروج ليها بشكل غير طبيعي. فالحقيقة يعني بأشفق على الجيل الجديد اللي جاي في المجتمعات الغربية اليومين دول. مش عارف الحرية الزائدة دي هتودي المجتمعات دي فين، ومش عارف برضو الحرية الزائدة دي ممكن تودي ولادنا فين. حاجتين كده لفتوا نظري قوي اليومين دول، سواء من الناحية الأخلاقية أو من الناحية المادية. الناحية الأخلاقية متمثلة في المثلية الجنسية وقانونيتها وشرعيتها اليومين دول، والناحية المادية في غلاء الأسعار، وسنشهد موجة من غلاء الأسعار أكيد في الفترة اللي جاية. بس أرجو تكونوا استفدتم من الحلقة دي. أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.